السلام عليكم أخوي سعيد. بالنسبة للعود والورد، عندنا هذا العود سيوفي، طبعا ثقيل زي ما تلاحظ، ثقيل جدا. هذا عود أبيض خفيف جدا، خفيف. وهذا الكمبودي. بالنسبة للورود، هذا ورد جوري، ورد ألماني، ورد إسطنبولي. اللي بنجربه حاليا كتجربة اللي هو العود الأبيض مع ورد جوري، تمام؟ ناخذ 5 ملي عود أبيض، وناخذ 2 ملي ورد جوري، تمام؟ الآن نحط الكحول. طبعا النسب هذه تقريبية. الآن علبة ال50 ملي زي ما تشوف، نحط فيها 15 ملي، 15 ملي زيت، تمام، كحد أقصى. ليه أنا قلت كحد أقصى؟ لأنه فيه زيوت كثيرة توقف عند 15، وإذا زدت عن 15 يبقى يصير معك يبقى. في زيوت توصل ل19 وما في إشكال، بس إنه هذه تبين معك مع التجربة. حلو، فال15 زيت والباقي يكون كحول. حلو، الباقي يكون كحول. طبعا هذه تعتمد على النسب، يعني قضية إنه أنا حطيت 5 ملي أو 4 ملي واثنين 5 ملي عود واثنين ورد، هذه تعتمد على التجربة. يعني ممكن تحط 5-1 وتشوف الريحة، إذا كانت جيدة تكمل، إذا ما هي جيدة تقلل الطاغي. يعني مثلا إذا حطينا 5 عود واثنين ورد وكان الطاغي العود، فالعود توقف معه تزيد، وتزيد الورد تبدأ تزيد نص ملي ملي 2 ملي إلين ما يطلع معاك، تطلع معاك الريحة جيدة. فما أقدر أقول لك نسبة معينة هي اللي تضبط فيها. أنا ما أنا من عشاق العود ما أخفيك، وتجاربي كلها على الزيوت الأحادية والفرنسية، بس العود تقريبا تجاربي عليه بسيطة جدا.